ما بغاش تفهم لي انا هذا، واش هذا فقيه ولا داعية ولا شلاهبي ولا شنو؟ والله ما بغيت تفهم لي بالله. اسمع اسمع اش يقول. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ديكولاس ينفقونها في سبيل الله. راك غلطت يا السير فقيه، راه ماشي الذين يكنزون الذهب، اي هذيك في القرآن، ولكن في القرآن ديالك انت يسرقون الذهب انهم في عذاب اليم. واش فهمت يا ميسي وخاوي في عامر؟ يا ودي اشلاه بيه. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. وميسي بصح هادي ديتي لها الذهب ديالها. اه اسمع هي تتهرنط حتى هي، فهمتي؟ واقيلا ديتي لها الذهب، قالوا لي هادي هي مول الذهب. يا ودي يا ميسي يا ودي. تفرجتي عجبك الفيديو وبارطاجي ودير لايك، يو فيديو جديد ان شاء الله. يا تشاو.